السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بجميع الأخوة المتواجدين معنا في محاضرة اليوم. نريد التأكد منكم أولا، هل الصوت واضح والصورة واضحة إكويتي بالنسبة للجميع؟ يا ريت تتأكدوا لي ذلك من خلال الكويستشن بوكس المظاهر أمامكم أو كتابة واحد. إذا كان الصوت واضح الصورة واضحة، تمام. أهلا وسهلا بجميع الأخوة المتواجدين معنا في محاضرة اليوم بعنوان الأخطاء التي يرتكبها المتداولون، أو 95% من المتداولين يقعون في هذه الأخطاء وتسبب خسارتهم، وكيف تنضم إلى 5% النخبة في الأسواق. حقيقة هذه المحاضرة يعني هي محاضرة هامة جدا، لأنها تلعب على دور السيكولوجية الخاصة بالمتداول، وراح أشارككم ببعض البيانات وببعض الخبرات في هذا السوق وبعض القصص والحكاية المهمة جدا التي مرينا فيها ورأيتها، رأيت العملاء يقعون في هذه المطبات كثيرا، وكانت هي السبب الحقيقي. وطبعا كل هذه الملاحظات راح أرفقها بأمثلة واقعية يمر بها معظم المتداولون، وكيف تتجنب هذه الأزمات. طبعا هذه المحاضرة مسجلة، سيتم رفعها على قناة اليوتيوب الخاصة بنا في وقت قريب إن شاء الله، وأيضا يمكنكم متابعة هذا التسجيل. خلال المحاضرة يمكنكم طرح أي سؤال أو استفسار، وسوف أقوم بالإجابة عن هذه الأسئلة والاستفسارات مباشرة إذا كانت مرتبطة بالموضوع، أو لاحقا في الوقت المخصص للأسئلة في نهاية المحاضرة. بالنسبة لي المحاضرة هذه فهي مقدمة من مجموعة إكويتي في سلسلة محاضرات يتم تقديمها دوريا لكم عفوا بمواضيع متنوعة. معكم رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. نبتدأ بالمحاضرة، وبداية خلينا نتحدث عن جزئية مهمة جدا يقع فيها المتداول، وهو غياب خطة للتداول. ما المقصود بخطة التداول؟ وما هي الأزمات التي يقع فيها؟ هناك الكثير من الأخطاء التي يقع بها متداولي سوق العملات أو سوق الفوركس، وبالحقيقة تكلفهم الكثير، وبخاصة المبتدئين الذين لا زالوا في بداية تداولاتهم في الأسواق. لتجنب ذلك، أو لتجنب هذه البدايات العشوائية، خلينا نقول البدايات العشوائية والبدايات الغير منظمة، يجب أن تتعلم أولاً كيفية بناء خطة التداول الخاصة بك. فعلى الرغم من أهمية هذه الخطة، لكن الكثير من المتداولين ما بيهتموا فيها ولا يشغلون لها اهتماماً، لأنه هذا بطبيعة الإنسان حقيقة، يعني طبيعة البشر هم نفسهم، وليس المتداولين فقط، ما بيحبوا شيء اسمه تقيد بالقواعد. يعني إلا ما ندر يعني من الأشخاص، لكن الالتزام بالقواعد هو بحد ذاته يعني، أو الانضباط بالقواعد يحتاج جهد، ويحتاج يعني خلينا نقول تصميم. والحل الأمثل إنه تضع خطة التداول لتلتزم بها، وليس لتبروز لي إياها وتحط لي إياها جنبك يعني، أو إنه تقول والله عملت خطة التداول، ولكن لما يجي التداول الفعلي سمعت من فلان قال هيك، فلان حكى لك عن صفقة الباوند سكرها، اطلع من صفقة الذهب. طب وين الخطة اللي أنت دخلت فيها اللي بتحدد لك نقطة لجني للأرباح، ونقطة لوقف الخسائر، وحجم مخاطرة معين لهذه الصفقة، ومجموعة الصفقات التي يتم فتحها مع بعض، شو هي المنتجات التي يمكن التداول بها، أوقات التداول الخاصة بها؟ كل ذلك رميته على أرض الحائط مشان فلان أو إكس من الناس حكى لك أعمل هيك أو ساوي هيك، وأنت مباشرة بدأت تصبح تلحق القطيع، ومباشرة تصبح بحاجة ماسة لهذا الشخص أو لهذا المزود ليقول لك اترك، ويعني ابقى، أو خذ صفقة، أو أغلق هذه الصفقة، أو اجني الربح، أو أوقف الخسارة وما إلى ذلك. وأصبحت محتاج لمن يقدم لك كل التفاصيل، وأنت يعني تابع
بحقيقة الأمر، وذلك لأنك لم تلتزم بالخطة الأساسية التي أنت وضعتها، واللي هي لما وضعتها كانت منطقية وكانت مناسبة ويمكن الاستفادة منها وتطبيقها. راح نتعلم مع بعض مجموعة من القضايا أو الأخطاء المهمة جدا اللي بتسبب هذه الإشكالية، وليش عندنا 20% من نجاحك بسوق العمل، خلينا نقول، أو في عفوا سوق العملات، يعني خلينا نقول هو استراتيجية، و80% إدارة رأس مال ومواجهة مخاطرة السوق. 20% هي خطة استراتيجية التداول، يعني اللي بيجي بيقول لك والله عندي استراتيجية الموفينج افريج اكس مع الاستوكاستيك واستراتيجية الاليوت ويفز القواعد الشاذة والعد الشاذ وما الى ذلك، هذا كله ما انا احترم هذا الامر، ولكن صدقني هو لا يتجاوز 20% من التداول. طيب وين 80% الثانية؟ هي عبارة عن خطة التداول نفسها، القواعد التي تضعها لنفسك، سيكولوجية التداول، وإدارة المخاطرة، إدارة المخاطرة، إدارة المخاطرة، وضع عندها تحتها 3 خطوط: إدارة المخاطرة Risk Management، وهو تحديد أحجام المخاطرة للصفقات التي تقوم بها وللحساب ككل. تمام؟ خلينا نبدأ بالقضايا الرئيسية وشو هي المشاكل الأساسية. أول أمر راح نتحدث فيه هو سيكولوجية التداول. سيكولوجية يعني العامل النفسي، سيكولوجيا اللي هي العامل النفسي الذي يرتبط بعالم التداول. يعني مين المتداولين بالآخر؟ هم بشر عندهم ميول معينة، عندهم اتجاهات معينة للبيع أو الشراء بناء على تحليلهم الخاص لمجموعة من خلينا نقول العوامل المؤثرة في السوق، فإما يتوقعون أنه يصعد أو يتوقعون أن يهبط الاتجاه وما إلى ذلك. فسيكولوجيتك أنت ونفسيتك بالتعامل هي التي تقرر الاتجاه في السوق، هي التي تقرر اتجاه الماركت، سيكولوجية المتداولين ككل ونفسية المتداولين ككل. فتجنب من أن تكون الطعم للأسواق، وكن أنت المتحكم بنفسيتك بالتداول. شو هي أهم عنصرين خلينا نقول للأسف يقع ضحيتهم بالعامل النفسي المتداول؟ في عندي عنصرين مهمين جداً أغلب المتداولين، وأنتوا إذا كنتم متداولين المتابعين معانا، يعني راح أذكر بعض الأسماء: ضياء، إبراهيم، خالد، محمد، صالح، مين كمان موجود معانا؟ موجود معانا عبد المنعم، موجود عمر، موجود محمد، موجود علي، إن شاء الله يكون في لسه أكثر، ما بعض الأسماء مش واضحة أقدر أراها. كل أو أغلب المتداولين بيقعوا بهذول المشكلتين: خوف وطمع، وهم عكس بعض تماماً. الخوف اللي بيمنع المتداول من أن يقوم بدخول في الأسواق، أنه بيخاف يدخل من السوق. ليش؟ لأنه هو حذر كتير. ليش؟ لأنه هو خايف من خطأه الماضي أو خطأه السابق أو خسارته السابقة، أو خايف على رأس المال أنه يتم التعرض له. يعني المثل خلينا نقول الشاعر يقول: من يتهيب صعود الجبال يعش أبدا بين الحفر. يعني اللي بده يخاف من أنه يشق مخاطر التداول نفسه ويبدأ يفهم هذا الماركت كيف بيتحرك ويحاول يقتنص الفرص، ما راح تتداول أبدا ولا راح تحقق أرباح أبدا، وراح تكون أنت فريسة خوفك هذا، فريسة نفسك. يعني نفسك هي اللي عم تدفعك انك انت تقوم باغلاق الصفقات مبكرا ودون ان تمنحها فرصه لتحقيق الربح. يعني انا شايف، والله للاسف الشديد، شايف كثير من الناس جدا 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 متمكنين بتحليل السوق. على سبيل المثال، انا واجهت بعض الاشخاص، عم نحكي عن الذهب مؤخرا، انه رائد نزل الذهب لل 1322. طيب نحن قلنا انه ممكن يتجاوز اكثر، نحن شايفين الاتجاه الصاعد. مزبوط، الاتجاه الصاعد موجود،
نحن شايفين انه امكانيه التجاوز اكثر وال 1322 ما هي الا عمليه تصحيح. خاف من كلمه التصحيح هي، خاف من انه التصحيح يمتد اكثر وينزل فيه لتحت. اعطانا نموذج على ال 1 اور اذا بتشوفوه، نموذج ابتلاعي واضح جدا للذهب تحديدا. اول مره ضرب لك ستوب. خليني انا اشارك معاكم الشاشه لتشوفوا معي هذا النموذج. النموذج كان في عندي صعود واضح على الذهب، ومن ثم مع افتتاح السوق بدأنا بالهبوط. اللي شاف هذا الدعم المتواجد هون اذا شايفين معي، هل شايفين معي انتم وين عم اشر انا؟ بهذه المنطقه تحديدا، بهذا المربع. اول نموذج شفناه هون نموذج ابتلاعي بعد اتجاه هابط، توقعنا انه يا عمي اذا تجاوز هذه المنطقه مع افتتاح الشمعه التاليه اختراق القمه تبعها نحن راح ندخل. يعني بهذه الشمعه تحديدا، بهذه الشمعه تحديدا هاي اللي انتم شايفينها هون، نحن كنا راح ندخل بهذا الشيب، عفوا خلينا نقول اروز، بهذا المنطقه هون، بهذه الشمعه، بعد هذه الشمعه اللي هي شمعه خلينا نقول انجلفينج باترن، نموذج ابتلاعي، كان ان اتجاه هابط، الشمعه هي اجت ابتلعت الشمعه التي سبقتها بالكامل، لكن ما كان عندي قبل هي الشمعه شمعه بيضاء وما الى ذلك، فانا قلت للتاكيد او للتاكيد خلينا ندخل مع اختراق اعلى نقطه في شمعه الانجلفينج او الشمعه المبتلعه. تمام؟ لم يتحقق ذلك، وخلينا نقول اذا واحد خاطر ودخل بهذه الصفقه، للاسف ضربت له ستوب لوس هون. شاف نقطة الدخول أكثر من مرة ولكن ضربت ستوب لوس هون. إجت مرة ثانية، النموذج تكرر، نموذج أيضا ابتلاعي، هذا هو النموذج عند هذا النموذج هون، هذه الشمعة ابتلعت الشمعة السابقة بالكامل، ابتلعتها بالكامل وهي بعد اتجاه هابط. مع اختراق هذه الشمعة دخلنا بهي الشمعة، أنا دخلت شراء. طيب وين هدفك؟ هدفي انه اسكر الجاب هذه، انه اوصل للقمه هذه وممكن اتجاوز. الخوف منع الكثير، اللي دخل هون وخسر منعه مره ثانيه يدخل مره ثانيه بصفقه شراء من هذه المستويات، وبالتالي روح حاله هذه الارتفاعات من هذه النقطه حتى المستوى الحالي، يعني روح حاله تقريبا حوالي 15 دولار ارتفاع باسعار الذهب. يعني اللوت الواحد اللي المارجن تبعه 200 دولار كان عمل لك 1547 دولار حتى السعر اللي انت شايفه حاليا. طيب شو السبب اللي انا اخرني؟ الخوف. الخوف هذا هو العامل الرئيسي. بالتالي الخوف حله الرئيسي، انت مالك محلل فنيا صح، مالك حاطط وقف خساره صح، مالك حاطط تيك بروفيت صح، مالك حاطط ايضا نسبه مخاطره مدروسه ومعقوله لهذا الحساب، اذا ليش تتدخل بالصفقه؟ بتخلي الصفقه ماشيه، بتبقي على الصفقه مستمره ولا تقوم باغلاقها نتيجه للخوف. حل الخوف هو وضع قواعد والتزام فيها، وبالتالي شيل مسؤوليه نفسك وتدخلاتك وشعورك الخاص من التداول. العامل الثاني وهو للأسف الشديد هو الطمع، وهو العكس تماما للخوف. طيب شو بنقصد بالطمع؟ ما هو المقصود بالطمع؟ الطمع هو المبالغة بتقدير قوتك بهذه الصفقة. تمام؟ يعني نرجع على نفس المثال اللي نحن حكينا فيه هون. واحد بعد دراسته وتحليله لوضع الذهب قال لك بعد هاي الفجوة السعرية لابد للذهب أن يعود مجددا، وكلامه صح الزلمة، ودخل بهي الصفقة بكل قوته، لكن دخل بمبالغة بحجم الصفقة، دخل بمخاطرة زايدة بالصفقة، دخل من هذه النقطة من عند الهاي، دخل من عند الهاي من هذه النقطة، وتكبد خسائر تقارب الألف دولار
مع وصولنا لأدنى المستويات إذا كان فاتح ون لوت وحسابه خلينا نقول $1000. طيب هذا طلع ليكويديشن، طلع على المارجن اوت، على ستوب اوت ليفل، اوكي، بنتيجه انه بالغ بتقدير الصفقه وحجم الصفقه وامكانيات الحساب وتقدير المخاطره لهذه الصفقه وحدد لها مخاطره كبيره، ولم يلتزم بما يسمى بوقف الخساره اللي موجود هون، او انه حتى لو التزم كان مكبر حجم الصفقه بشكل كثير كبير. الطمع ممكن يتكرر في نموذج، على سبيل المثال انت ماشي معك الماركت كتير منيح ولم تجني ربحك عند القمة، ولم تجنيه عند هذا القاع، ولم تجنيه عند هذا القاع، واضطريت انك تخسر جزء كبير من ارباحك، او ممكن حتى ترجع لنقطة الدخول بسبب سيناريو الطمع. بالتالي الطمع حقيقة، خلينا نقول شوي، الطمع يجعل المتداول يدخل في صفقات كبيرة وذات مخاطرة عالية مع الرغبة في تحقيق أرباح هائلة. أعطيكم مثال عن الطمع من بعض النماذج الحقيقية اللي نحن للأسف أنا عم شوفها وبشكل متكرر. تمام؟ في عنا بعض المتداولين للأسف الشديد يقومون بالتالي، بيجي بيقول لك أنا باخذ صفقات يا رائد، باخذ صفقات حجمها كبير، ولكن أنا بكتفي بربح 1000 2000 دولار بالصفقة، وبيكون حسابه ما شاء الله فيه 100 ألف دولار على سبيل المثال. بيقول لك أنا بدخل بالصفقة، معلش بدخل فيها 20 لوت أو 30 لوت، لكن أنا بخطف ربح 1000 دولار 1500 دولار وبطلع. أوكي، خلينا نصغر المقياس شوي لبعض الأشخاص اللي بيجوا بيتداولوا بحساب مثلا خلينا نقول 5000 دولار أو 2000 دولار، تمام، وبيغلق الصفقة على ربح 200 دولار أو 300 دولار، ولكن بيكون فاتح له 4 لوت أو 5 لوت. تمام، هي مرة واحدة أنا بقول لك راح يشوف صفقة ربحانة واثنين وثلاثة وعشرة، لكن صدقني هي مرة واحدة، ضربة واحدة غلط وصفقة واحدة خاطئة تدخل فيها دون وقف خسارة وحجم محفظتك كبير، صفقة واحدة تكفل أو كفيلة بأنك تخليك تخسر كل الأرباح اللي أنت عملتهم وتخسر رأس المال كذلك الأمر. والله إني شفتها، والله إني شفتها، وكتير موجودة للأسف عند كثير من العالم، وعندهم قناعة أن التداول هو هيك، هو حجم صفقات كبير، أخذ صفقات كبيرة حجمها كبير، اجني أرباح واطلع بسرعة من الماركت. صدقني يا صديقي، السوق رح يعطيك مرة واثنين وعشرة، لكن رح يجي مرة واحدة وياخذ منك كل اللي عملته أرباح ورأس المال كذلك الأمر. فأرجوكم، هذا يندرج تحت ما يسمى بالطمع، يندرج تحت ما يسمى بالطمع. الطمع أنك أنت تأخذ صفقات حجمها كبير، وليس أنك تأخذ صفقات ربحها كبير. ربحها كبير معناتها أنت عم تشتغل على استراتيجية اللونج تيرم، واستهدافاتك هي أرباح كبيرة. ما أقصد بالطمع هو أن تقوم بتكبير أحجام الصفقات بالمقارنة مع إمكانيات حسابك. ما في مشكلة بسكالبينج يا أخ محمد، مو مشكلتي أبداً بسكالبينج، مشكلتي سكالبينج إذا كانت دارس أنت مخاطرتك وعم تأخذ صفقات حجمها صغير نسبياً وعدد مرات دخول أكثر، فأنت بالسيف سايد. ولكن المشكلة هي بالصفقات اللي حجمها كبير وعم بالمقارنة مع إمكانيات الحساب وعم تدخل فيها سكالبينج، عم تاخذ نقطتين وثلاثة، أوكي، ولكن أو عم تاخذ 5 نقاط أو 10 نقاط. مزبوط، العشرة لوت راح تعمل لك بالعشرة بيب راح تعمل لك 1000 دولار. عرفت كيف؟ يعني إذا أنت أخذ 10 لوت وعم تاخد 10 بيب، رح تعمل 10 قيمة 10 دولار للبيب الواحد لللوت الواحد، اوكي، العشر 10 بيب لللوت الواحد فيهم 100 دولار، فما بالك اذا انت اخد 10 لوت، فانت عم تعمل 1000 دولار بحركة 10 نقاط. تجي بتقولي السوق بيعطي 10 نقاط بشكل سهل جدا. مظبوط صديقي، بيعطيك
60 70 نقطة أيضا بحركة معاكسة دون أن يكون أنت لك خلينا نقول إمكانية مقدرة لإلها. يعني أنت عم تاخد صفقة فيها 10 لوت تمام وحسابك 5000، فأنت مخاطرتك أصلا خاطئة كليا. فهدفي هون أني أنا أكون دارس أحجام الصفقات، دارس أحجام الصفقات. والله لو العشرة لوت موزعهم على 10 منتجات كان قلت لك أوكي، فيها وجهة نظر، لأنك أنت معتمد على شيء اسمه diversification أو معتمد على توزيع المخاطرة. أخ صالح بيقول لي أنت صاحب مقولة الدخول بعشر صفقات مختلفة الأزواج، فأنت ربحت معك ثلاث فأنت رابح. أنا عم أقول لك أنا ما بزعل إذا أخذ 10 صفقات على 10 منتجات مختلفة أو على 4 منتجات مختلفة، بيطلع 3 ربحانين منهم أنت بالسيف سايد إذا كان استهدافك بالربح أكثر من تحملك للخسارة. أنا دائما وأبدا ولا مرة قلت تدخل بدون ستوب لوس، ولا أقبل أنك تدخل بستوب لوس، ولكن توزيع المخاطرة بيخليك تتداول بريشو 1 to 1.5، يعني 1 to 1.5، أو حتى خلينا نقول 1 to 1.25، يعني اربح 100 أو اخسر 75. إذا وزعتها على أكثر من 7 منتجات فأنا أيضا زدت من إمكانية أن يكون عندي صفقات رابحة مقابل صفقاتي الخاسرة على بعض المنتجات، بالتالي أنا خففت من شيء اسمه مخاطرة. مع أنه الريشو تبعي ليست بجيدة كثيرا، ولكن أنا قللت من مخاطرتي تمام. فالطمع الطمع الطمع بتكبير أحجام الصفقات، حجم الصفقة الواحدة لا تبالغ فيه، لا تبالغ فيه بالمقارنة مع إمكانيات الحساب. نحن بنضل نقول بالمقارنة مع إمكانيات الحساب، فالأمور نسبية تمام. الحساب 1 مليون، هذا لما بده يصغر لقمته بياخد 5 لوت اوكي. اللي حسابه 10000 الخمسه لوت عليه كتير ومبحبحه وبزياده وكتير، لازم يفكر بال 1 لوت 2 لوت ماكسيمم. عرفت كيف؟ هذا اقصى تقدير له. بينما المليون ممكن يوصل معاه حجم الصفقات المفتوحه لحوالي 30 لوت مفتوح عادي، معاه مليون موزعه على مجموعة منتجات باستراتيجية معينة، معروف وقف الخسارة وين، تيك بروفيت تبعي وين، عادي. احنا مالنا ضد انه ياخد هذه الاحجام اذا كان موزع المخاطرة او دارس وقف الخسارة الخاص بهذه الصفقة، ومشان ما توقع ضحية سليبج وانزلاقات سعرية وفتح سوق عند اسعار بعيدة عن ما اغلقت عنه. واضحة النقطة أخ صالح وأخ محمد والإخوة المتواجدين معنا؟ راح قبل ما أنتقل على النقطة اللي بعدها، أخ ضياء سأل سؤال رائع. ضياء يسأل كيف لي أن أوازن بين الطمع وبين أن أستمر في الربح وعدم الخروج مبكرا؟ صديقي، بورقة التحليل الخاصة بك قبل ما تدخل أنت الصفقة، أنت حددت وين جني الأرباح الخاص بي. خلينا نأخذ مثال على المنصة بشكل مباشر تمام. خلينا نأخذ هيك برودكت نظيف ما في رسومات عليه، ونأخذ مثال أكثر وضوحا ونقول على سبيل المثال أنا على هذا المنتج عندي من الإشارات الـ ROC عم بيقول لي باي، الـ SAR اللي هو الـ Parabolic SAR عم بيقول لي باي، Stochastic عم بيقول لي باي، Stochastic الفاست عم بيقول لي باي، Stochastic النورمال عم بيقول لي سيل، الويليامز عم بتقول لي سيل، والمومنتم عم بيقول لي سترونج سيل. اوكي، هي بالنسبة للمؤشرات. اذا بدي انظر للنماذج الفنية أو لشكل الشارت، فخلينا نفتح الديلي أولا لنشوف اتجاهنا العام. بنلاقي نحن في اتجاه عام هابط كان،
ودخلنا في عملية تصحيح، وأعتقد وصل التصحيح إلى ذروته. وصل التصحيح إلى ذروته. أوكي؟ فالآر أو سي تمام، سوري خليني بس، إذا بتطلع التصحيح في هذه القناة الستيب الحادة الهبوط اللي نحن عم بنمر فيها بالنسبة لي هذا المنتج للوقت الحالي، فبنشوف إنه على الديلي تشارت لسه عم بيقول لي في باي، لسه عم بيقول لي في باي المؤشرات، لكن القناة اللي أنا رسمتها عم تقول لي أنت لمست بالحد العلوي تبع هذا الباي، وبدأنا بعملية هبوط خلال تداولات اليوم. إذا نزلت أنا على تايم فريمز أصغر بالنسبة لهذا المنتج، للأسف هذا الإكسبرت اللي أنا حاطه هون بيمسح الرسومات لما تغير من تايم فريم لتايم فريم، ما علينا، أنا بس عم فرجيكم المبدأ. لما بدي اطلع بشوف انه في عندي امكانيه دخول، طيب اوكي انا عند المقاومات بشو بفكر؟ هذه كانت نوعا ما مره اثنين ارتد منها كسرها عاد اختبارها ومن ثم واصل الهبوط. الان اذا بدي ادخل باي فانا للاسف محدود بمستويات الشراء اللي انا داخل فيها هون، اوكي، عفوا بمستويات المقاومه اللي انا شايفها هون اللي هي عند 33.59. كنت حابب ان يكون في عندي صفقه عليها لهذا المنتج حقيقه، اذا بدي افكر بدي افكر بالبيع من عند هذه المستويات او بعد الارتداد من هذه المستويات، او اذا ما تمكن من اختراقها اعاده اختبارها فرصه للدخول مجددا. فبالنسبه للزوج يو اس دي كاد ما راح افكر بالدخول عليه. خلينا نشوف منتج ثاني ونقول نحن باي اتجاه ماشيين فيه. حلو كثير هذا المنتج اللي شايفينه امامكم، يورو ين. اوكي، يورو ين عم يقول لي انه والله في عندك فرصه عند هذه المستويات بالدخول بمستويات شراء. اوكي، حللت ودخلت وقررت ان ادخل بصفقه الشراء. طيب وين الستوب لوس تبعك؟ اوكي، هذا هو الستوب لوس تبعي عند هذه المنطقه انا راح احدده. طيب وين التيك بروفيت تبعك؟ التيك بروفيت تبعي هو عند ال 122.60. اوكي، طيب وين نقطه الدخول؟ اوكي، انا اذا بدي اكون أكثر دقة في نقطة الدخول ممكن أفكر بالدخول مع اختراق قمة الشمعة السابقة اللي هي عند 22 تقريبا 33. فأنا حددت نقطة الدخول، استهدافاتي هي عند 22.60 يعني حوالي 26 نقطة بالاتجاه الصاعد، بالاتجاه عفوا أكثر من 33 لل 60 عم نتحدث عن حوالي 26 نقطة بالاتجاه الصاعد. بالاتجاه الهابط أنا في عندي 18 نقطة بالهبوط، فكمستوى كريشو فعم نحكي على 1.5 لـ1. ولنفترض أنه أنا دخلت من هذه النقطة، أنت دخلت من هذه النقطة، كيف توازن بين الطمع وبين استمرار في الربح وعدم الخروج مبكرا؟ يا حبيبي إذا أنا وصلت للمستهدفات تبعي اللي هي عند 22.60 فأنا حققت الهدف. في شيء اسمه تريلينج تيك بروفيت، قديش أنا مستعد أخسر من هذا الهدف؟ 10 نقاط، 7 نقاط، 5 نقاط أو أكثر من ذلك. حدد أنا قديش وقف الخسارة اللي أنا بتقبله من الهدف المحقق وأواصل تحقيق الصفقة. إذا تمكنت من تحقيق 50% من الطريق فبالتأكيد لازم أفكر أحرك وقف الخسارة تبعي إلى نقطة الدخول لحتى ما أشيل مخاطرة، وبالتالي أنا عم موازن ما بين الطمع وما بين أنا طبعا طماع بالربح الأكبر، ولكن مش على حساب المخاطرة. الخروج المبكر إذا كان خروجا آمنا وضعته متطلبات السوق فلا ضير في، ما في مشكلة في ذلك، ما في عندي أي مشكلة في ذلك، ولا في عندي أي مشكلة في أني أنا أخرج من السوق مبكرا. طيب ارتداد كتير حلوة هون على اليورو يو اس دي، ارتدادة من مستويات 12.66. طيب حلوة كتير، أنا بدي أستغل هذه الارتدادة بالاتجاه الصاعد. استهدافاتي الأولى هي عند 12.96 أو عند 1.13، وقف الخسارة موجود هون. قدرت أحقق 50% من الربح
حطيته عند الدخول، حققت 100 100% من الأرباح، ولا أزال أتوقع مزيد من الاتجاه الصاعد مع اختراق هذه المقاومة. حطيت تريلينج تيك بروفيت، خسرت 10% من الهدف مش مشكلة، ولكن استهدافاتي أكبر بكثير من ذلك، وأتابع مزيد من تحقيق الأرباح، تمام؟ إذا أتاح لي السوق ذلك. هكذا توازن يا أخ ضياء ما بين الطمع والخوف. ننتقل إلى، واضحة أخ ضياء؟ أتمنى أن تكون وصلت. ننتقل إلى اختيار استراتيجية التداول الخاصة. عفوا. موضوع استراتيجية التداول، كيف أنت تختار استراتيجية التداول؟ أنا برجع بحكي لك، استراتيجية التداول والله يا أخوان هي 20%. لا تعقدها حالك، لا تصعبها حالك. 20%، 20% من عملية التداول هو استراتيجية التداول. إخواني أنا، ومن تجربة شخصية ومن خبرة في الموضوع، ما بفرح كثير بالشخص اللي بيجي بيقول لي أنا من أصل 1000 تريد ربحان 999 تريد. والله ما بفرح له كثير، ما بفرح له كثير، لأنه هي مش شطارة بالاستراتيجية. السويسري في يوم واحد خالف قواعد سوق كامل، سبب مجزرة حقيقية في الأسواق، راحت ضحيتها شركات. الفرنك السويسري بعام 2015، صدقني الفكرة هون مش والله أنا كم successful rate تبعك وقديش أنت بتعمل صفقات رابحة أكثر، لا، اللي شو الريشو اللي بتشتغل فيها. اللي أنا الصفقات تبعي 5-1، 6-1، 7-1، أنا رضيان أسمع منك نسبة النجاح تبعي 60% 70%، ولكن الريشو تبعك تفوق ال 2-1 وأعلى من ذلك. عندها صدقني أنت في المكان الصحيح وتتداول بالشكل الصحيح، وعندك لايف تايم شايفه قدامك بهذا السوق، رح تستمر وتستمر طويلا، ورح تشوف أرباح، ورح تجيب نسب أعلى من الربح الطبيعي والعادي اللي أنت بتشوفه ببزنس متمثل بتجارة معينة أو بعقار معين أو ببيع بضاعة معينة أو ما إلى ذلك. رح تشوف 20-30% بالشهر إذا كانت هذه الاستراتيجيات التي تعمل بها. استراتيجية التداول هي بمثابة نظام ثابت يحدد حجم المكاسب والخسائر المتوقعة التي يمكن قبولها في كل عملية. يعني أنا بقصد فيه هو عبارة عن استراتيجية تداول بتقول لك الاتجاه صاعد أو اتجاه هابط، تدخل بيع أو تدخل شراء، ومن عند أي نقطة تدخل البيع أو الشراء. مثال على استراتيجيات تداول، نموذج الابتلاع اللي فرجيتكم إياه يندرج تحت استراتيجيات تداول، إنك تتداول على النماذج الابتلاعية أو على، عفوا، على النماذج الشارت أو نماذج الشموع اليابانية بمساعدة التحليل الكلاسيكي اللي هي متوسطات ومستويات دعم ومستويات مقاومة وما إلى ذلك، أو المؤشرات الفنية مثل ما ذكرت لكم، مثل RSI Stochastic وما إلى ذلك. حددت لك نقطة الدخول ونقطة الخروج، الخروج سواء كان بربح أي جني أرباح، أو بخسارة أي وقف خسارة. شفت الريشو تبعه، هل الريشو تبعه مناسب 2-1 3-1 بما يتوافق مع امكانيات، مع البوك تبعك او القواعد تبعك؟ دخلت الصفقه. الريشو سيئه، لغيت الصفقه وما دخلت فيها حتى لو القرود الزرق، سوري من الكلمه، قاعده عم تقول لك بيع او اشتري. مش الشطاره بالبيع او الشراء عدم المؤاخذه، الشطارة بتحديد حجم المخاطرة الخاص بكل صفقة، حجم المخاطرة من رأس مالك أولا، قديش allocate risk لهذه الصفقة، allocating the risk، تقسم حسابك ل بنسميهم نحن ل stakes،
وكل الستيك موجودة أو قطعة موجودة في هذا الحساب، كم صفقة أنا بتحمل فيها لحتى أخسرها كاملة؟ والله صدقوني، هذا أنا شخصيا أتبع هذا الأسلوب بالتداول. تقوم حقيقة بتقسيم الحساب إلى مجموعة من القطع، خلينا نقول تقسم الحساب تبعك لخمسين قطعة، كل قطعة بدك لحتى تخسرها كاملة. أوكي، يعني خلينا نقول حسابك $50,000، حسب قسمته خلينا نقول إلى خمس، خلينا نقول إلى 20 قطعة، تمام؟ $50,000 قسمته إلى 20 قطعة. أوكي، كل قطعة شو بده يكون حجمها؟ بده يكون حجمها $2,500، تمام؟ هاي ال $2,500 لحتى تخسرها كاملة، أوكي، لازم تكون خسرتها من خلال 6 صفقات أو 5 صفقات، تمام؟ ستوب لوس تبع كل صفقة، خلينا نقول تبدأ من أول صفقة صغيرة $200، الصفقة اللي بعدها الستوب لوس تبعها يكون مثلا $300، الصفقة اللي بعدها $400، الصفقة اللي بعدها $500، اللي بعدها $600، وزعت الخسارة بحيث إنه لحتى أخسر ال 2500 بدي 5 صفقات ورا بعض. أوكي، 100 200 400 500 و عفوا 100 200 400 600 و800 لحتى مجموعهم كلياته يطلع 2500 لحتى تخسر هذه القطعة. يعني بدك تكبر حجم الصفقة تدريجيا. أنا اللي عم بعمله هون هذه استراتيجية تحدد حجم الخسارة الخاص لكل صفقة من الصفقات، ماني، فلوس وليس نقاط. قديش هذه الفلوس ترجمها أو ترجم النقاط الموجودة عندك بما تتلائم مع كمية هذه الأموال اللي أنت خصصتها لهذه الصفقة. هذه الصفقة بدي أخسر فيها $200، رحت حللت السوق لقيت ستوب لوس بعيد 30 نقطة، ف30 نقطة يجب أن تساوي $200. احسب حجم الصفقة في كالكوليتر لهذا الموضوع، موجودة على إكويتي كمان، بتحدد لك حساب حجم الصفقات، حدد وقف الخسارة، عدد النقاط أو كمية الخسارة المقبولة وعدد النقاط بتحدد لك قد إيه حجم الصفقة. تاخذ حجم الصفقة وبتتداول فيه، وسلفا أنت عارف قديش راح تخسر بهذا السوق. الاستراتيجية، هذا الكلام اللي نحن عم نحكيه اسمه استراتيجية التداول. استراتيجية التداول بس بتقول لي بيع أو شراء، وين نقاط الدخول وكم نقطة وما إلى ذلك. أوكي، خطة التداول هي الأكبر والأوسع نطاقا. من الأخطاء التي يقع فيها المتداولون عدم الالتزام بوقف الخسارة. يعني إذا ما ليس سامع هذا السؤال بعدد مرات شعر رأسي، اللي هو والله أنا كل ما بحط ستوب لوس بيضرب لي إياها السوق. بالله منكم أنتوا الأشخاص المتواجدين معانا، كم مرة صار معك هذا الموقف؟ وكم مرة سألت أو أخبرت نفسك هذا الموضوع؟ هل أنت وقعت في هذه المشكلة تبعيت أنا لما أحط ستوب لوس بيضرب لي إياها الماركت؟ ولما ما بحط ستوب لوس سبحان الله بيربح. يعني هو بيكون شاف خسارة وقرب الحساب على ستوب أوت، وممكن كان يطير من الحساب كله، تمام، لكن هو ارتاح نفسيا انه شال ستوب لوس لانه السوق قلب معاه، اخذ 5 نقاط او 10 نقاط ربح، سكرهم بربح وطلع برا السوق. هل مريت انت بهذه التجربة؟ سؤال موجه للمتواجدين معانا في المحاضرة اليوم، مريت بهذه التجربة؟ تيجي تقول انا حطيت ستوب لوس راح ضرب لي اياه السوق. شايف كلمة كتير هي؟ او نعم، هذا الواقع الطبيعي للتداول. انت حطيت ستوب لوس. ستوب لوس عندما يحدث اللوس، عندما يحدث الخسارة، يجب أن تعلم متى توقف هذه الخسارة. يجب أن تكون على دراية أنه أنا لازم أوقف الخسارة، ما لازم يتم قبول الخسارة بشكل كبير. يجب أن تقبل بالخسارة عند حد معين وبعدها تقول ستوب لوس، توقفي يا خسارة، ما بدي إياكي تزدادي أكثر من ذلك.
هذا الحال الطبيعي، هي بمعنى آخر عم تحميك من إنه تزيد الخسارة. هلأ الجملة الثانية اللي بيرفق لي إياها، والله ضرب لي إياها للستوب لوس وبعدها طلع الماركت، وبعدها طلع الماركت، يعني إنه ضرب ستوب سبحان الله من قصده هو كشخص، ضرب ستوب وبعدين راح ربحه. طيب أنا بقول لك إياها، هي واحدة من اثنين، أو خلينا نقول ثلاث عوامل. أول شغلة ستوبك غلط، أو حاطه في مكان خاطئ، أو مالك مريح حالك بموضوع ستوب لوس بحيث إنه الصفقة يضل فيها مارجن للتحرك. هذا واحد. اثنين، واقع السوق، يجب أن تتقبل إنه مو كل شيء بيمشي على كيفنا. يوجد هناك تحركات وفولاتيليتي موجودة في السوق، ضربت الستوب لوس وبعدين قلبت. أنا عم بحكي بس الحالة هي تبعيد ضرب ستوب لوس وقلب، فأنت في ضمن ثلاث احتمالات. أما ضرب ستوب لوس وظل مكفي لتحت، فبوس إيدك وش وقف، إنه أنت وقفت الخسارة وما استمرت خسارتك بأكثر من ذلك. أما إذا ضرب ستوب لوس وعاد مجددا، بدك تحدد لي قديش ضرب ستوب لوس ونزل تحت، كم؟ هل نزل بعيدا ومن ثم عاد بالاتجاه الصاعد؟ فأنت عندك فرصة الدخول مجددا في السوق. ضربها بالملي ومن ثم عاد مجددا للسوق، ممكن يكون إما وضع المستوى خاطئ، أو إنك أنت كنت في هذه الصفقة ضحية السوق وتتقبل الخسارة لأنها خسارة مدروسة. الخسارة المدروسة ما بتزعل، لأنك أنت حطيتها وقائيا. وإذا شايف عندك الإمكانية للدخول مجددا، لا تتردد أبدا بالدخول مرة أخرى، طالما تحليلك وإدارة المخاطرة الخاصة بك تعطيك إمكانية الدخول مرة أخرى في هذه الصفقة. وطالما التحليل الفني أو التحليل الأساسي أو أداة التحليل اللي مبنية عليها استراتيجيتك لا تزال تعطيك فرصة الدخول في هذه الصفقة لمرة ثانية، على الرغم من أنها ضربت لك ستوب للمرة الأولى، لحتى ما تكون ضحية الخوف، مثل نموذج الذهب اللي فرجيتكم إياه من شوي، مثل نموذج الذهب اللي فرجيتكم إياه من شوي. الخوف قد كان منعك من أن الدخول بصفقة الذهب للمرة الثانية. ليش؟ لأنك أنت شايف أنه ضربت لك ستوب أول مرة، طيب ثاني مرة ما راح تدخل، ليش؟ شو السبب؟ لأنك خايف من المرة الماضية فقط. وكمان لو أنه بدك تدخل بالصفقة الثانية بدون ما تحط ستوب لوس، فصفقتك خاطئة. تمام؟ ننصح بأن يكون مقدار وقف الخسارة ما بين 1% ل 3%، وصولا لل 5% بالحالات المدى الطويلة. 10% حطيتها أنا فقط وفقط وفقط للمتداولي طويل المدى، واللي عندهم خبرة كبيرة في السوق ممكن يحمل مخاطر 10% إذا لم يكن لديه صفقة أخرى موجودة في السوق وهدفه في هذه الصفقة طويل المدى وحجم الصفقة. هون الهدف طويل المدى يعني شو؟ يعني هدفك ممكن يمتد لأسابيع أو أشهر، بالتالي حجم صفقتك صغير نسبيا وبتقدر تتحمل تضلك موجود بالسوق، فممكن توصل معك لل10%. ولكن بالنسبة للمتداولين والمضاربين على المدى القصير إلى المتوسط، وغالبية وعوام المتداولين اللي احنا بنعرفهم، فلا تتجاوز ال5% بالحالات الماكسيمم. لكن معظم تداولاتك هي ما بين 1% ل 3%، يعني بمعنى آخر انك انت من خلينا نقول ال5000 دولار، $50 خسارتك بالصفقة الواحدة، وصولا إلى $150 بالصفقة الواحدة. هلا فيك تحط 250، وأنا بقول لك هيك عم بتبالغ بتحمل المخاطرة. رابعا، تحديد الإطار الزمني وقائمة مراقبة ثابتة وخاصة بك. أنت شو بتتداول؟ شو المنتجات اللي بتتداولها؟ شو هي الأطر الزمنية اللي أنت بتتابعها؟
هل متداول قصير المدى؟ يعني معقول انت متداول قصير المدى وبتحلل لي على الشارت الديلي؟ ما بيحلل على الشارت الديلي فقط الا اللي بده يتداول على مستوى متوسط الى طويل. اما انت متداول قصير المدى يعني بدك تفتح صفقاتك باليوم وتسكرهم باليوم، فاول شيء بتفتح ديلي لتشوف الترند تبع اليوم وين، بعدين بتفتح 4 hours او 1 hour وصولا لتوصل لل 15 دقيقة والخمس دقائق. ال 1 minute chart انا تركته للي بيعرف يشتغل على ال 1 minute chart، لانه it's really difficult وهي scalping وفيها خلينا نقول مستوى متقدم بالتداول. اما بدك تتداول بطريقة سلسة منطقية باعتماد الكلاسيكيات بالتحليل الفني وادوات التحليل البسيطة، فاستخدم عندك من ال 5 minutes وصولا لل 4 hours. لكن اول شيء شوف ترندك العام وين موجود وباي اتجاه موجود. تمام. صالح بيسأل لا يمكن هل الا يمكن اخذ صفقه معاكسه بدل ستوب لوز لفتره وتقررها حسب تحليلك؟ شوف، ايقاف الخساره مفهومه واحد، هو وقف نزيف الخساره في هذه الصفقه. اذا كنت على علم ومقدره بانك تغلق هذه الصفقه و يعني خلينا نقول تغلقها تماما وتنتظر فرصة دخول جديدة، هذا عندما لا يكون لك نظرة تحليلية بعد اللي خلينا نقول أن ضربت صفقتك وقف الخسارة. يعني ضربت وقف الخسارة وأنت ما عندك نظرة تحليلية، أنت خايف من الماركت أنه ممكن يواصل الهبوط أكثر أو أن يعود للارتداد، أو بمعنى آخر خلينا نقول مو خايف، إنما أدواتك التحليلية اللي بين إيديك ما أعطتك اتجاه. فأنت الأفضل إليك تغلق الصفقة تماما، تغلق الصفقة تماما وتنتظر دخول أفضل، أو أنك تدخل بصفقة معاكسة بالاتجاه الآخر إذا كانت الصفقة شو الاتجاه قد تغير كليا، أو أدواتك التحليلية أعطتك دخول أنه والله تغير اتجاهك بالشراء وصار لازم تفكر بالبيع، فبتدخل صفقة جديدة بيع وتكون وقفت خسارتك في تلك الصفقة. وقف الهج، متى يتم استخدام الهج وما هي شروط تطبيقه؟ الهج هو أخذ صفقة معاكسة بالاتجاه على نفس المنتج. إذا كنت مشتري ووقعت في الخسارة تقوم بأخذ صفقة بيع باستهداف أنك أنت توقف خسارتك بصفقة الشراء، فاللي عم تخسره بالشراء عم تربحه بالبيع. ولكن شروط أخذ هذه الصفقة، أولاً عند إيمانك أن السوق ممكن واحتمالية كبيرة جدا أن يعود للاتجاه الصاعد ولكن بعد أن يختبر دعم معين، أوكي، أو بعد أن نصل إلى نتيجة معينة. الشرط الثاني عدم المبالغة في الاحتفاظ بصفقة البيع وصفقة الشراء مع بعضهما. يعني مو كل شيء نازل السوق أنت لسه فاتح صفقتين مع بعض، لأنه بالآخر بدك تفك واحدة منهم، ولا أي مغزى من إبقائك على صفقتين البيع والشراء معا إلا أنه هيدك زيادة، وجع راس زيادة. فأنت لحتى تخفف من الضغط النفسي عليك لازم إما تتخلص من صفقة من الاتجاهين، تمام، أو أنك تغلق صفقة البيع وتتوقع عودة السوق بالاتجاه الصاعد توقعا منك أن بين السوق سيعود للاتجاه الصاعد من لحظة إغلاقك للبيع، تمام. وبرضو لو عملت هاي الحركة بتحط ستوب لوس لصفقة الشراء. يعني لا تترك الصفقة معرضة كليا للهج، لأنه الوضع اللي أنت حطيت حالك فيه حطيت حالك هج، يعني يا لا معلق ولا بطلق ومالك عارف اكزاكتلي وين الماركت ممكن يروح وبأي اتجاه ممكن يوصل، تمام. وممكن تبتعد المسافة كثيرا ما بين نقطة دخولك بالشراء وما بين السعر الحالي للسوق، بالتالي أنت يعني ماسك صفقة بيع مهمة جدا لكن ما بتستفيد منها. فعندك حالتين، إما أنك تغلق صفقة البيع وأنك تنتظر السوق يعود مجددا إلى الشراء، أو تقوم بعد إغلاقك صفقة البيع باتخاذ صفقة شراء جديدة، وهذا بيسميه نحن النيجاتيف أفريجينج، وبالتالي تقوم بتقريب مسافة نقطة التوازن أو البريك إيفن الخاص بصفقات الشراء اللي بتكون ربحته بالصفقة الجديدة من الشراء معادل للي خسرانه سو فار
من الصفقة القديمة في الشراء. واضحة تماما أخ صالح، واضحة للجميع. ننتقل إلى النقطة الرابعة. إذا حكينا بالإطار الزمني وهذا، خليني أحكي لكم على ما يسمى بالريشو. الريشو أو العائد مقابل المخاطرة. تمام؟ في جملة بتحكيها كل الشركات أول ما بتدخل تتداول فيها، وأي إعلان بيظهروه، الشركات اللي بتحترم نفسها طبعاً، بتقول لك إن هذه التجارة تحتوي على مخاطرة عالية. وراء المخاطرة العالية يوجد الربح الكبير. صحيح؟ ولكن اعقلها وتوكل. بمعنى أنا لا أعرض كل ما أملك للمخاطرة حتى أربح القليل. فإما أن تحقق ربحا وفيرا أو بلاها هالمخاطرة من الأساس. فدائما استهدافاتك الربحية يجب أن تكون أكبر من مقدرتك على تحمل المخاطرة. تمام؟ وهون بدي أحكي لكم شغلة، وهي مثال إحصائيا خاطئ. هذا المثل اللي بيظل بينقال، إحصائيا خاطئ، تجاريا خاطئ، ويتم استخدامه حقيقة خلينا نقول لأغراض غير نزيهة، اللي هو طعم التسعة لا تأكل العشرة. لا، خطأ. أنا إذا بدي أكل العشرة، طعم التسعة لا أكل العشرة، أنا بدي قرن أطعم التسعة أطعم التسعة أطعم التسعة لحتى مرة أكل عشرة. عرفت كيف؟ فالمبدأ هذا خاطئ، ورياضيا اثبتوا خطأ. في مره قرات عنها، يعني احد خريجي الدراسات العليا كان عامل بحث فيها، هي تحديدا عم بحاجج فيها كمثل خاطئ، وانه كيف المتواليه الحسابيه بتقودنا الى اخطاء. يعني من ضمن البحث جزء بسيط حاكي عن هذا المثل انه خاطئ، وانا برجع باكد لك هو خاطئ. انا لا ادخل في صفقه إلا ما يكون ربحي فيها أكبر بكثير من الخسارة اللي دارسها أو المخصصة لهذه الصفقة. الألتيميت أو المثالي كريشو هو 2 to 1، 2 ل 1. وإذا استطعت رفع نسبة 2 ل 3 أو 4 ل 1 يكون أفضل، ولكن 2 ل 1 قابلة للتحقيق بكثرة في الأسواق، وتعطيك إمكانية التخارج من السوق بربحية بعد عدد صفقات قليل نسبيا. يعني بعد ما خلينا نقول 10 صفقات من هذا الريشو 2 ل 1، راح تشوف ربح، راح تشوف حسابك ينمو وليس يتراجع. تمام؟ إذا كنت تخاطر، مثال أنا حاط لكم إياه هون، إذا كان المتداول يخاطر ب $100 ولكنه يستهدف ربح $400، عندها يقال أنه معدل المخاطرة للعائد عنده 4 ل 1. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تخاطر ب30 نقطة مثلا في صفقة معينة، وكان الربح المستهدف 300 نقطة، فأنت مخاطرتك شو؟ 10 ل 1. عندما تتطلع إلى فتح صفقة تداول، يجب أن تتأكد دائما من أن العائد المحتمل أكبر من الخسارة المحتملة. مثال عن ذلك، أوكي؟ واحد حسابه 10,000، نسبة أرباحه في 10 صفقات متتالية كانت 40%، يعني 40% من صفقاته بيربح. هلأ بيجي 40% من صفقاته بيربح، ليس بالضرورة أن يكون إنسان خاسر أو فشل، لا، بتلاقي 40% من صفقاته رابح ومحقق ربح أكثر من واحد محقق نسبة نجاح بصفقاته 90%. كيف يمكن لذلك أن يتحقق؟ من خلال نسبة العائد إلى المخاطرة. لأنه إذا كانت نسبة العائد 1 ل 3، فثلاث صفقات
عفوا 4 صفقات ناجحين، تمام؟ كل صفقة فيهم بيربح 400 دولار، عفوا خلينا نقول إذا كانت نسبته 3 لواحد فهو إما بيربح 600 دولار أو بيخسر 200 دولار، تمام؟ ونسبة الخسارة ثابتة 2% من قيمة المحفظة، 2% من قيمة المحفظة مثل ما أنا عاملكم إياها بالمثال هون. فالمخاطرة هون الأولى 200، الثانية 400، الثالثة 600، فبالتالي الربح للآخر، الربح لما تكون نسبة المخاطرة 1 لـ 3 بيوصل لـ 1200 دولار بالمقارنة مع خسارة 400 دولار إذا كانت 1 to 1. 4 صفقات خسروا من أصل 10، أوكي؟ كل صفقة خلينا نقول خاسرة هي 100 دولار، ف100 100 100 400 دولار. طيب إذا كانت نسبته 2 لـ 1 ف800 دولار الـ شو اسمه الربح تبعه بيكون، وبالتالي ربح 400 دولار المحصلة. أما إذا كانت النسبة 3 لـ 1 ف1200 دولار، وبالتالي هو زاد من الربحية تبعه، بتزيد من الربحية تبعك من خلال تحسين جودة المخاطرة الخاصة بك، جودة المخاطرة أو جودة الصفقات الخاصة بك. واضحة هاي النقطة؟ الريشيو والمعدل العائد مقابل المخاطرة واضح؟ ننتقل إلى إدارة رأس المال. إذا في أي سؤال بإمكانكم طرح السؤال وأنا بجاوب عنه. عند بداية تداولك وقبل الدخول في الصفقة، عم بيقول لك لازم يكون في عندك شيء اسمه إدارة رأس المال. يعني حدد خسارة للصفقة الواحدة يتراوح مقدار الخسارة ما بين 1 لـ 10% مثل ما ذكرنا لكم، ولكن أنا بلغي 10% وبقول لكم اعملوها 1 لـ 5%، والأكثر استخداما هي 1 و3% حسب حجم الصفقات. فأنت مخير ما بين 1% أو 3%، وذلك يعود إلى مدى ثقتك بالتحليل اللي أنت قمت فيه وجودة الصفقة اللي أنت داخل فيها، تمام؟ فممكن أنا أحدد 1% أو 3%، ولكن إذا كانت الصفقة واثق منها بشكل كبير ممكن توصلوا 5%، أما إذا كنت متداول طويل المدى فالـ 10% ممكن. خلينا نقول إذا كانت مثال عن إدارة رأس مالك، إذا محدد لكل صفقة أخسر فيها 5%، تمام؟ يعني أقصى خسارة أخسرها بأي صفقة هي 5% من قيمة الحساب. لو كان حسابك 1000 دولار، فهال5% هي خلينا نقول وداخل صفقة بيعاً أو شراءً بلوت واحد، ميني لوت، يعني كل بيب فيه قيمته دولار، أوكي؟ فمقدار الخسارة المتوقع في هذه الصفقة مالياً وفق إدارة رأس المال اللي أنت حطيتها هو 50 دولار. يعني هالصفقة يا بخسر فيها 50 دولار، يا أما بربح حسب الريشو اللي أنا داخل فيها. إذا كانت 2 to 1 فهي 50 دولار خسارة أو 100 دولار ربح. إذا كانت 3 to 1 ف150 دولار ربح أو 50 خسارة. هذا يعني أن أقصى خسارة سوف تخسرها في هذه الصفقة هو 5% من قيمة الحساب فقط لا غير، والربح أنت والريشو اللي أنت محددها. لكن أنت حددت أنه أقصى خسارة للصفقة الواحدة قديش؟ 50 دولار، فليكن 50 دولار، وتحدد بعدها الريشو الخاصة بك. فإدارة رأس المال تكاد تكون مهمة جدا جدا جدا، وهي التي تحافظ على بقائك في السوق. بدل ما يخلص حسابك بصفقة واحدة خاطئة، خلينا نقول تخيل لو انه حسابك لا سمح الله لحتى تخسره كله بدك تخسر 50 صفقة وراء بعض، احتماليتها قليلة جدا قليلة جدا. وبعض الناس بيحطوا ستوب لوس للمحفظة ككل، وانا احترم هؤلاء الاشخاص، انه انا لما بدي توصل لـ 20% من قيمة المحفظة كلها، انه 20% اخسر من رأس مالي، انا لازم اوقف تداول واعيد حساباتي. والـ 20% هي بيكون بده 50 صفقة لحتى يخسر. تخيل، صدقني النهاية جدا بتكون سعيدة والربحية جدا محترمة.
يعني صالح عم يسأل يعني ذلك إذا أخذ المتداول 0.08 ووقف الخسارة هو 5%، تمام، 5% من قيمة حسابك حسب شو قيمة حسابك. إذا كان حسابك 400 دولار مثل ما عم تحكي، فال5% منهم هي عبارة عن 20 دولار، تمام، ال5% منهم هي عبارة عن 20 دولار، فال20 دولار حسب كم نقطة أنت بدك إياها. عرفت كيف؟ فالأمر يعود لك، وأنت أعطي المثال الخاص بك. ديمو أكاونت، معليش، اللي بيحكي لي أنا على الديمو بربح وعلى الديمو بخسر وعلى الديمو كذا، أنت هل تعاملت مع الديمو كأنه حساب حقيقي؟ لو تعاملت مع الديمو أكاونت كأنه حساب حقيقي، فلن تختلف عليك التجربة على الإطلاق، لن تختلف عليك التجربة على الإطلاق لو التزمت بالقواعد والاستراتيجية وإدارة المخاطرة وإدارة رأس المال والريشو، أوكي، واستخدمت من ثم التحليل بشكل منظم، وبدأت تسجل وتراقب تداولاتك على الحساب التجريبي كأنه حساب حقيقي، فأنت لن تختلف عليك أبداً 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 الحساب الحقيقي، وإنما هي بداية سليمة وصحيحة للدخول في الأسواق. وأنصح كل واحد أنه يبدأ بالحساب التجريبي ومن ثم يعود أو ينتقل إلى الحساب الحقيقي. ولا يوجد استراتيجية ولا خطة تداول يتم تطبيقها مباشرة على حساب حقيقي قبل أن يتم تجريبها على الأقل لمدة 2 إلى 3 أسابيع على حساب افتراضي أو ديمو أكاونت. لا تتحدى السوق، والله لو شو، لو كنت متمكن وواثق لدرجة كبيرة أن السوق سوف يعطيك، وأن السوق راح يمشي معك بالاتجاه الصاعد، وانت شايف أن السوق راح يطلع بذلك الاتجاه وهذه استهدافاتك، لا تضع البيض كله في سلة واحدة. خلي باك دور، عرفت كيف؟ خلي خط رجعة، خلي عندك الباب الاحتياطي للخروج من الخلف. لا تتحدى السوق، لأنه أنت مالك بموضع التحدي للسوق، أنت بموضع الاستفادة من الفرص التي يقدمها السوق والهروب ووقف الخسارة عندما يقف ضدك السوق في هذه الحالة. بالتالي تحدي السوق بيستهلكك، بيشتت فكرك، بيقلل من 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 رجاحة تفكيرك، تمام، وبيسبب دخولك بتداولات بأغراض انتقامية. يعني انت خسرت مرة اثنين ثلاثة بدي تصير دخولك بس لانه انا بدي اعوض، وبدي اعوض من الذهب اللي خسرني 1000 دولار، بدي ارجع ال1000 دولار من الذهب. هي مو تار بينك وبين الذهب. اذا لقيت اي فرصة على اي منتج من المنتجات اللي انت بتراقبها وضمن شاشة المراقبة تبعك عليه فرصة جيدة وانت عم تطبق قواعد، فانت معلش عدم المؤاخذة كالآلة تقوم باتباع هذه القواعد لاتخاذ الصفقة. جرد لي المشاعر والعواطف على جنب ولا تقوم بتحدي السوق. بالعكس، لما بكون في خسارات انا انصح بالابتعاد قليلا، اخذ راحة، استرخاء، من ثم ترجع للتداول. ما تتداول وانت فيك خلينا نقول ضغط نفسي، وبنفس الوقت لا تخلي الخسارة تسبب لك خوف وهروب من الماركت، ولا كيف بدك تعوضهم؟ الرافعة المالية، الرافعة المالية، انت بال1000 دولار فيك تاخذ كميات بتخوف. ال1000 دولار بإمكانك تاخذ كميات بتخوف، نعم بإمكانك على ال1000 دولار تاخذ خلينا نقول 2 لوت، 3 لوت، 4 لوت بإمكانك تاخذهم على 1000 دولار، لكن مو إذا أتاحت لك الرافعة المالية دخول أحجام أكبر تقوم باستغلال هذه الأحجام كلها. لا، العملية عملية توازن، استغل من ميزة الرافعة المالية دون أن تتكون أو تتشكل نقمة أو أن تصبح نقمة عليك وجود الرافعة المالية، تمام؟ فاستخدام الرافعة المالية
انت مجبر، هاي هي الرافعه الماليه قدامك، انت بامكانك تستغلها تستفيد منها، ولا ان تكون هي عبء عليك وتحاول انك انت تضغط على نفسك بشكل كبير باحجام الصفقات. وهون نرجع لنفس النقطه، الرافعه الماليه هي اعاده تذكير بحجم الصفقه الذي يتناسب مع راس المال ومقدار المخاطره المخصص لكل صفقه. اخيرا او القاعده قبل الاخيره، قواعد الخروج من السوق. وهون إجابة ثانية لسؤالك يا أخ ضياء اللي سألتني فيه منذ قليل، اللي هو كيف أوازن؟ متى تخرج من السوق؟ متى تخرج من الصفقة؟ متى تخرج من الصفقة؟ كيف ستخرج من صفقتك؟ ما هو هدفك من الصفقة؟ ما هي نسبة وقف الخسارة؟ هاي الأسئلة اللي أنت بتسألها نفسك عند الخروج من الصفقة. نسبة الربح هل هي أكبر من نسبة الخسارة؟ إذا كانت نسبة الربح أقل من نسبة الخسارة فهذه الصفقة لا تعنيني ولا أريد الدخول فيها. تمام؟ هدف هذه الصفقة إذا كان بعيدا نسبيا أقوم بتجزيء الهدف إلى مراحل واحتجاز الأرباح. تمام، يعني 25% من الهدف اقوم بتحريك وقف الخساره، 50% من الهدف اقوم بتحريك وقف الخساره مره اخرى واقوم بالحفاظ على جزء من الارباح، 75% احركه مره اخرى ل 50% من الاهداف واحجز ارباح 50%، وصلت 100% حطيت تريلينج تيك بروفيت وقلت له تفضل استمر بالصعود اكثر اذا بالربح اذا كان الاتجاه لا يزال قائم. نسبة وقف الخسارة هي هي الأسئلة اللي أنت أو الأهم اللي أنت بدك تجاوب عليها قبل دخولك في الصفقة، مو بعد ما تدخل بالصفقة بتصير تغير استراتيجيتك. الاستراتيجية اللي دخلت عليها هي نفسها اللي بدك تخرج عليها. تمام؟ أخيرا وليس آخرا، التداول بالأموال الزائدة عن احتياجاتك. إخواني، عندما دخلت إلى هذه المصلحة أو إلى هذا الاندستري أو إلى هذه الصناعة، وجدت أنه من واجب نفسي علي، ودائما أنا أوصي أي شخص موجود عنده خبرة بهذا السوق، إذا جاءك شخص عنده اهتمام بهذا الماركت ويحب هذا السوق، خلي في عملك لله. شو المقصود فيها هي الجملة؟ إذا شايف هذا الإنسان لا يعلم كيف يتداول وليس خبيرا أو قادرا على التداول، هذا واحد. إذا وجدت أنه أمواله ليست زائدة عن احتياجاته وإنما أموال مهمة وضرورية لاحتياجاته الرئيسية، ممكن شفتهم عالم بايعين بيتهم، بايع بيته وبده يستثمر الأموال تبعية البيت، هو قاعد بالأجار. طيب هذا من غير المنطق أنا أقول له تفضل تعال تداول بالأسواق، أو أخذ قرض بكمية كبيرة وبده يتداول بكل قيمة القرض بهذا السوق. أبدا لا أدعوه إلى هذا السوق ولا أنصحه بالتداول في هذا السوق، نتيجة المخاطرة الموجودة بهذا السوق ونتيجة أنه معرض الأموال الأساسية الموجودة عنده لمخاطرة عالية، مزبوط لتحقيق ربح أكبر، ولكن أنت أمن على أساسيات الحياة عندك قبل ما ندخل بهذا قبل ما تدخل بموضوع المضاربة والتداول، لأنه راح يأخذ منك جهد وتعب وعمل كأي مشروع آخر، لأنه تسييل محفظتك مظبوط سهل وسريع، ولكن ليس بإرادتك الشخصية أو بقبولك بخسارة معينة ببيعك سيارة أو ببيعك أصل أو عقار، وإنما أنت مجبر أنك تغلق صفقاتك عندما فقط تتحقق شروط السوق المناسبة لإغلاق الصفقات. عدا عن ذلك أنا ما فيني كيش حسابي وظل أطالع بهالسهولة هي إذا عندي صفقات مفتوحة في السوق. لا تؤثر على وضعك المادي حتى لا تدخل الجانب العاطفي بشكل كبير جدا لحتى تحقق ربح معين، وأنا أسحب هذا الربح وبدي أدفع بآخر الشهر أو بدي أدفع بآخر الأسبوع لشيء معين. هذا ماركت، وقت اللي بيعطيني الربحية تهنى بالأرباح وأعمل اللي بدك إياه بالأرباح الزائدة أو الأرباح اللي تمكنت من تحقيقها بهذه الأموال الزائدة. ولربما الأموال الزائدة عن احتياجاتك مو بالضرورة تكون هي الثروة اللي أنت بدك إياها، ولكن باستثمار هذه الأموال الزائدة عن احتياجاتك بهذا التداول ممكن تحقق الشيء اللي أنت بدك إياه، اللي كانت أموالك الزائدة هذه لا تكفي لتحقيقه.
وهو شراء عقار، شراء أصل، شراء شركة، أو فتح إنتاج معين، أو تملك شيء معين، أو ما إلى ذلك. فيمكنك تنمية هذه الأموال الزائدة عن احتياجاتك. يحذر الاستدانة والمتاجر في الأسواق، أو أنك تعرض نفسك لمخاطرة عالية بأموال أنت بحاجة أساسية لها. هذه نصائح لكم، وهذه هي الأخطاء التي يقع بها أغلب المتداولون من معرفتنا الشخصية بهذه الأخطاء. أتمنى أن نكون وصلنا لكم نقاط مهمة جدا تستفيدوا منها بالتداول. لنا محاضرات قادمة راح نحكي فيها مواضيع أكثر تنوعا وأكثر خلينا نقول ارتباطا بالأسواق، لكن أنتم صرتوا بتعرفوني أنه أنا أركز جدا على الجانب النفسي وعلى الجانب القواعدي، لأنه عم أشوف كثير ناس عم تخسر لأسباب خلينا نقول قادرة على أنه تتجنبها، قادرة على أنه تتجاوزها. ولعل الأسباب اللي أنا ذكرت لكم إياها هي الأكثر شيوعا وأكثر انتشارا، وأكاد أجزم بأنه كل اللي شفتهم عم يخسروا، كل اللي شفتهم عم يخسروا خسارات أودت بالحساب إلى الليكويديشن هي هذه القواعد. هي القواعد، أو هي الأخطاء الأكثر شيوعا اللي أنا ذكرت لكم إياها ولخصتها ب11 خطأ. Thank you.